هذه المشكله احنا واجهتها وين؟ في علم الاصول. انت شوف مره ندخل للبحث عقلائي، مره ندخل عرفي، مره ندخل شنو؟ عقل، مره ندخل ايه نقل، والقضيه تايهه علينا في النتيجه. منهجنا المتبع في تحقيق المسائل الاصوليه ما هو المنهج؟ مشخص ولا مشخص؟ طبعا وهذه مشكله تواجهنا في كل علم. ها لو يتبادر الى ذهنك فقط في العقائد عندنا هذه المشكله. انا التاريخ الاثر، ما هو منهجك في تحقيق مسائل التاريخ؟ نقل فقط يا نقل ثم. شوف انا العام الماضي اتذكر او قبل ذلك عندما طرحت مساله مرتبطه بمسائل تاريخيه، الاخوه يتذكرون كانوا في الحوزات العلميه والتفتوا انه ذكرت قضايا تاريخيه مرتبطه بالزهراء وبغير الزهراء سلام الله عليها. انا جئت هنا وبينت ايضا هذا المطلب، قلت ان الذين دخلوا هذه المطالب مما يؤسف انه لم يعينوا منهجهم في التاريخ كيف يحقق. في النتيجة أنا فيما يرتبط بالزهراء أو بتاريخ أهل البيت أو بسيرة الرسول الأعظم أريد أحقق، كيف أحقق؟ ما هو المنهج؟ منهج لابد أعتمد التواتر. بين لي يقول في التاريخ لا يتم عندنا إلا ماذا؟ إلا التواتر. فما لم يتم عليه التواتر سنسقط ماذا؟ عن الاعتبار. منهج أنه نقل ولكنه يخفي خبر الثقل. منهج انه نقل ولكنه يكفي الخبر المقرون بالقرائن التي تفيد صحة الخبر وان لم يكن الناقل ثقة. انت عين المنهج حتى انا ادخل وياك اقول يا مولانا انت اللي تقول فلان قضية تاريخية ثابتة او غير ثابتة، على اي ميزان تقول ثابتة وعلى اي ميزان تقول غير ثابتة؟ اذا ميزانك حجية خبر الثقة تعال نبحث خبر ثقة، عدنا في المسألة وما عدنا في المسألة. ولكن خلي ذهنك جيدا، اذا التزمت هذا من التزم بشيء التزم بلوازمه لابد 99% من تاريخك ان تصدق الى ما تمت الخطا والثقه عليه. صحيح ومو صحيح؟ انت كثير من الاداب المنقوله عن الرسول، اخلاق المنقوله عن الرسول، سيره الرسول، سيره اهل البيت، حياتهم، اعمالهم، تصرفاتهم مع اخرين، هذه كلها فيها اخبار ثقات وموثوقين وعدوم. ها؟ اذا انت لابد في الرتبه السابقه يا أخي وأنتوا طلبة علوم دينية وأنتوا إن شاء الله علماء المستقبل، هذه النقطة في أذهانكم تكون بأنه لا يحق. انتهى ذاك الزمان اللي يأخذ الإنسان قلما ويكتب ما يشاء وإذا كتب في عشرة علوم دون الله الله الله، لا لا، هذا الزمان اللي يكتب في عشرة علوم يتبين أنه ليس بشيء، لأنه العلوم توسعت تفرعت تمنهجت لها منطق خاص. فلهذا تجد محقق وعالم ومدقق كالأستاذ الشهيد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى الأصول يقول اعلموا أن الأصول منطق هو يعني منهج، وإلا إذا ما يعطيك منهج ما يندلكم في عملية الاستدلال. رحمة الله على السيد الشهيد هذا الرجل العالم المحقق عندما أراد أن يكتب في العقائد أولا كتب كتاب أسس المنطقية. أسس المنطقية شنو؟ نظرية معرفة. بيّن نظريته في المعرفة كيف أستنبط، ثم بناء كان بعد ذلك أن يكتب كتبا في العقائد، لأنه لابد أن يبني ثم يكتب، يبين المنهج ثم يبني على ذلك المنهج. أما مباشرة أدخل على الخط من غير بيان المنهج هذا بعد صفة عمل غير علمي.